السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في حوانة ثلاث الأولاد واللي ما عرفهمش كينا في المملكة المغربية، الخيرة والرواد الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 7 في شهر 6 2022، بدينا عاد عبد الرزاق وتحت وشي هو قال لا لا هو قال لا لا. تبارك الله سي عبد الرزاق، كي داير بخير؟ نشاط لاباس عليك؟ الله يحفظك، شكرا لك. تبارك الله الحاج مشايف، راهي عاير الحاج مشايف. قول لي يا سي عبد الرزاق، بشحال هذا اللحم الراس اللي بديتي خدام فيه في الجينة؟ 50 درهم. تبارك الله على سي عبد الرزاق. والتقلية وهذاك الشيء تا هو كاين؟ 20 درهم. مخلطة ولا بوحدة؟ وحدة شحال؟ 30 درهم. 30 درهم تيقول لنا الحاج مشايف. وقول لي هذا اللحم الغنمي بشحال بعتي؟ كي كوتلت كل لحم؟ والبكري؟ اي عرفت عرفت، كل شيء باقي بالدواور تاعو بالخيرات تبارك الله. البكري 65، والكفته كي دايرها الثمن، واللي بغى بيفتيكا وقضبان شحال 90 درهم. تبارك الله على السي عبد الرزاق، وتهلا لي بالحاج وشايب، ولا الحاج وشايب يتهلا فيك. الله يسهل. هذا الخيرات كما تشوفوا في مشكلي فرا مصطفى ما كاينش. خارج واخا، هذا ولد مصطفى، انت ولده الاخوه تشرف. اهلا سي مصطفى، كي داير بخير؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. هذا مصطفى العمراوي معروف هنايا كما تشوفوا. تبارك اي عرفت 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 سي مصطفى، هادو في الثلاث اولاد هاد خيرات تبارك الله. ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول. لا تبارك الله، ما عندي ما نقول. سي الحاج مصطفى، الحاج مصطفى لا مشرف. تبارك الله تبارك الله. قول لي سي الحاج، يلا سيري صوفي، عرفت؟ يلا سيري صوفي. تبارك الله تبارك الله، الخيرات لا موجوده الخيرات. كل شيء زين كما يقول، هذا الخير بسبيل. مرحبا 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 مرحبا، مشرفين. ما هو تصور معك الحاج مصطفى، مرحبا، كل شيء مرحبا. ياك هادي العام الحوار 10 كيدي من العام العام كنشوفو من العام. ياك مشرف، مرحبا سي مصطفى. وبشحال بعتي لينا هاد الشيء الكبده وهاد الكبده؟ 120 درهم. 120 درهم كبده ورقد والهبيل وهاد الشيء؟ الهبيل ما كنديرش، كيدي السلاح، تيدي السلاح. واخا هاد السواسيسو او الكفته؟ اي انا لا ما عندي ما نقول. تبارك الله، لا شنا هذاك الشيء زين سي الحاج مصطفى. والكفته بشحال بعتيها؟ 80 درهم. وهاد اللحم؟ 1300 درهم. واللي بغى السيك ولا قطبان؟ 90 درهم. قطبان 90 درهم. تبارك الله سي مصطفى. وهاد الكوتليت شحال؟ 80 درهم. يا مصطفى انا غادي نمشي نشوف انا ونجي. راسي طويله غادي نجيب لي السلم. قلت لي اسمح لينا ما شديناش معاك. قلت لي كوتليت ب 80 درهم واللحم شحال؟ الحم 60 درهم. والبكري؟ 1300. كما تشوفوا هذا الحاج مصطفى راه مشهور، الحاج مصطفى. ولا تلف ليكم قولوا ليهم لا ماشي النمره 14، قولوا لي العمراوي مصطفى. 14 النمره 14 تاهي تاهي فعلا، حنا نديروا لما نساو النمره. يلا زارتنا بركة قولي. إوا أنت ما تتخلصش الحاج مصطفى، الحاج مصطفى الشافي باش معروف هنايا. وراجل زين الحاج مصطفى، ضربات وعزيزة لينا، ما عرفتش كيفاش عزيزة ليا. الله شاهد عليها الضربات، وراجل مخير وراجل مصواب وزين وضربات. وبشحال بعتوا هاد الخيرات؟ الغلمي بشحال بعتيها؟ الغلمي ب 70 درهم. كوتليت؟ كوتليت
زايدين شويه ديال السوق 10 درهم لا راه 65 درهم باش كاين في السوق مشي شلي حتى السوق كل قدجبات شحال سي الحاج كيستيكر قطبان كير كفته واللحم قلت لك 65 والكوتليت وعندك الكبده الهبيل ياك شحال تبيع الكبده والهبيل الهبيل شحال الحاج مصطفى راه ضربات وراجل مخير الرقم 9 نهب كي داير سي احمد بخير ناشط لاباس عليك هذا احمد ولد الحاج ميلوتي معروف هنا ابوه كاع هذا مرحبا كيف تشوفوا هذا الخيرات في الثلاث اولاد الخيرات تبارك الله ديما عنده شي حاجه مليحه وشي حاجه زينه الغنمي وتيكون عنده حتى الماعز تيكون عندك الماعز تاوك سي احمد اليوم ما كاينش تيكون واليوم ما كاينش كما تشوفوا سي احمد تاوك راجل مخير وراجل زين وغنسولوه على ثمينه ورينا جميع الحالات اللي عندو في السوق هنايا في الحوانت تيكون في الحوانت الراجل مخير النمر 6 تنصوروا لكم شحال من خطره في الرحباق اما غنمي اما بكري اما هنايا مشرف سي احمد وضرافات وعندو شي حاجه زينه تبارك الله سي احمد ورينا ثمينه تاع اللحم شحال تبيعيها سي احمد واخ ماشي مشكل بغيتيني نشوف البلاكه هلا هضر معايا باش البكري بشحال بعتيها سي 65 لحم عادي واللي بغى شويه القطبان ولا السطيك ولا كيف 80 واللحم 65 والكبده وحدايا وشحال 120 وركبته والسواسيسو درهم سوسيس 80 درهم جاوبنا حاجه مزيانه وهاد الهبيل ولا هاد الشيء تاع كلوه هاد الشيء مخلط كنبيعو بحال ما قلت 100 درهم مع الكلوه مع الهبيله مع القمح واللي بغى غير الهبيله ولا الكلوه ولا هاد الشيء الكلوه والهبيله وداك الشيء 90 درهم 90 درهم ها براهيم وقلنا السيك والقطبان كوتليت شحال داير؟ 80 والماعز بشحال تيكون عندك حتى الماعز كثارية تنعرفك تجيب الماعز 70 درهم تبارك الله على سي احمد راجل زين كما تشوف شكرا لك سي احمد كما تشوفوا راجل مخير وراجل زين هنايا في كما تشوفوا في ثلاث الاولاد هذه الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن كي تشوفوا شي حاجه مليحه وزينه هنايا في ثلاث الاولاد ونحييو اي مشاهد قناه زيتون مرجان نوليو مع عز الدين كما تشوفوا عز الدين هنايا تا هو راجل مخير رقم 7 كما غادي انور 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 تنساك يا انور كما تشوفوا رقم 7 ود عبد الرحيم تاوكا عندو شي حاجه رفيعه وممتازه من الغنمي ولا البكري تبارك الله هاد الخيرات نوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان في مكانو داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا تتكون عندو تتقلي ولحم الراس والخيرات هنايا في الثلاث الاولاد وراجل زين وراجل مخير وعندو شي حاجه اللي تتشوفوا شي حاجه مليحه وشي حاجه زينه انور ياك انور تنسى على سميتك يا انور راجل مبقي وراجل زين تا هو راجل ضرابات كما تشوفوا في الثلاث الاولاد وبشحال بعتي لحم البقري سي انور 65 درهم بحالكم بحال السوق بحال بحال كاين شويه غلا كلهم تيتشكاو الكزاره في الغلا كاين في السوق كاين شويه غلا تيقول لنا انوار تا هو تيتشكا بالغلا جودة ما عندي مالكول ما عندي مالكول لا تبارك الله ما نهضروش والغرمي بشحال بعتيها يعني. 65 درهم كوتليت 80 درهم كوتليت 80 درهم هاد الخيرات تبارك الله واللي بغى السطيك وهاد الشيء تاع 80 درهم 80 درهم تا
تيتوي معنا تم البورشيت قدمان هاد الخيرات. تبارك الله عليك سي انور. وهاد الكبده والقلب شحال دايره؟ 120 درهم كبده والقلب. الحبيب انا ما لا والو كلشي كي من طبيعه الحال غادي يكون لا ما لا والو كما تشوفوا هاد الخيرات. ومعها حتى الطيحه 120 درهم 120 درهم اللي بغيتي اللي بغيتي تقول لنا انور اللي بغيتي. وهاد السواسيسو شحال داير؟ 80 درهم. وشد الهبيل ما عندك شي الهبيل؟ كلشي كاين مثلا السلعات باقا تجي تبارك الله كما تشوفوا هاد الخيرات في ثلاث الولاد او ثلاث فيني هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه تبارك الله. ايش تا لا غلمي ولا بقري هاد الخيرات تبارك الله هنايا في شلنا هاد ياك عرفت عرفت ديما هاد الخيرات كي تشوفوا تنحيوا اي مشاهد قناه زيتون المرجان.